يا أصدقائي وأصحابي الحلوين، بتحسن من سنة لسنة، والسنة دي محضر لكم مفاجآت كتيرة. اتعلمتها وانا خالص. هتشوفوها هنا في برنامجكم دقيقة مع بابا نويل. تبتدي حكايتنا في بلدة اسمها الناصرة في الجليل. عاشت فيها بنت جميلة اسمها مريم. كانت رقيقة وطيبة وهادية قوي، وكل الناس بيحبوها. وكانت كمان خطيبة لواحد كبير في السن اسمه يوسف، وكان بيشتغل نجار. وفي يوم كانت مريم قاعدة بتصلي، سمعت صوت من بعيد عمال يقرب ليها. شافت نور عجيب، وساعتها راح قال لها: لا تخافي يا مريم، لأنك قد وجدت نعمة عند الله. الملاك اللي ظهر لمريم ده يبقى الملاك جبرائيل، جالها علشان يقول لها على خبر جميل ومفرح خالص ليها ولكل العالم. العذراء مريم استقبلت الخبر بكل فرح وسعادة، علشان كده الملاك كمل وقال له: وذا إلى صبات نسيبتك، هي أيضا حبلى بابن في شيخوختها، وهذا هو الشهر السادس لتلك المدعوة عاقرة. إنه ليس شيء غير ممكن لدي الله. وسعتها ردت العذراء مريم بفرحة كبيرة لما سمعت إن الإصابات كمان حبلى في طفل صغير. ردت عليه وقالت له: هوذا أنا أمة الرب، ليكن لي كقولك. وبعد زيارة الملاك لمريم، ولما عرفت إنها تولد مخلص العالم كله يسوع الطفل صغنغنغنغنغنغنغنغن، جريت بسرعة إلى بيت الصباح. وكمان لما عرف يوسف النجار إن مريم العذراء هتولد طفل، استغرب ازاي ده هيحصل. مريم اللي انا بحبها وبعزها، الجميلة دي، الهادية دي، هتولد طفل ولا معرفش عنه حاجة. ازاي ده يا رب، ازاي ده يحصل وانا خطبها؟ انا عايز افهم ازاي اروح دلوقتي اقابلها واقول لها ايه. انا مش عايز ازعلها مني، فهمني يا رب، فهمني ازاي ده يحصل. وربنا استجاب لطلبة يوسف علشان يفهمه، وخلى الملاك إبراهيم يزوره. يوسف، أنا الملاك إبراهيم، وربنا أرسل لي ليك علشان أفهمك وأقول لك إن مريم هتولد ابن الله يسوع المسيح مخلص العالم. أيه يا رب، أنا فرحان أوي. أنا ما كنتش فاهم ده، وكنتش عارفه. آسف يا رب، آسف اللي أنا كنت فعلا متلخبط ومش عارف ومش فاهم إن مريم خطيبتي اللي انت اخترتها إن تكون والدة الإله. أشكرك يا رب.
تنونة لسه في حكايات تانية كتير هنحكيها لكم مع برنامجكم دقيقة مع بابا نويل. لسه ما عرفتونيش؟